وللحديث أكثر حول أسعار النفط نضم إلينا المختص في شؤون الطاقة والنفط الدكتور فيصل الفايق. حياك الله دكتور فيصل، شكرا لوجودك معنا. إذن الأسعار يعني بعد 7 أسابيع من المكاسب المتتالية نشهد هذا التراجع على الأسعار، لربما في ظل يعني حالة عدم اليقين اللي نشهدها تجاه الأسواق. حياك الله أستاذ سلمان، يعطيك العافية. طبعا هو السؤال الآن، إحنا الآن في نهاية عام 2020، هذا العام التاريخي الاستثنائي، عام الجائحة الذي شهد تقلبات تاريخية لم نشهدها من عام 2008. تتكلم انخفاض الأسعار في شهر أبريل، تقلبات كانت حادة جدا، يعني كانت هي مشابهة بتقلبات أسعار في الأزمة المالية 2008. متوسط عام خام برنت لهذا العام تتكلم على $40، وهو تقريبا أقل متوسط لخام برنت من عام 2004. السؤال الأهم الآن، وحنا في نهاية العام مع التقلبات الحادة، خام برنت بدأ العام كان قريب $70، الآن تقريبا ينهي العام فوق $50. إذن ماذا يعني لنا تماسك سعر خام برنت فوق حاجز $50، بينما سعر خام برنت كان يحوم حول حاجز $40، تتكلم على 7 أشهر من شهر مايو إلى تقريبا 10 ديسمبر صعد سعر خام برنت فوق $50. وهذا جدا جدا مهم السؤال، يعني تتكلم حتى الآن، حتى مع الانخفاض اللي ذكرته بعد 7 أسابيع متتالية من ارتفاع الأسعار أسبوعي، ارتفاع أسبوعي، الآن شهدنا أول انخفاض الأسعار بعد 7 أسابيع، وكنا نتمنى أن نشاهد استمرار ارتفاع الأسعار على مدى شهرين متتاليين، ولكن كما ذكرت الأساسيات الهبوطية عوامل مهمة جدا، زيادة إنتاج أوبك من ليبيا، زيادة الإمدادات من النرويج، تتكلم استمرار ارتفاع عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط، ارتفاع مخزونات البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستويات لها من 16 أسبوع تقريبا. جميل. ولكن نعم، من المحتمل إنه حركة الأسعار في الأسبوع هذا الهبوط الطفيف إنه هو عبارة عن حركة تصحيح لسعر خام برنت والذي صعد بفعل المعنويات وليس بفعل الأساسيات. جميل. الآن بالنسبة على تأهب السوق لأول اجتماع يعني مع بداية العام القادم، وبالتالي ربما ينظر يعني المستثمرين لنتائج هذا الاجتماع، خاصة المنتجين، عن ما سيكون أيضا شكل الأسواق مع بداية العام القادم. شوف، فتح الأسواق بعد مطلع عام 2021 سيكون جدا مثير للاهتمام. ننتظر كيف سيتصرف المضاربون، خصوصا في أسواق العقود الآجلة للنفط. هل سيستمرون في إضافة رهانات سعودية إلى سوق العقود الآجلة للنفط؟ هذا سؤال جدا مهم. المضاربين في أسواق النفط هم الذين كانوا الأكثر تفاؤلا في الأسابيع الماضية عندما خرج النطاق السعري لخام برنت فوق حاجز $40 بعد طول انتظار، واخترق حاجز $50. هل سيستمر المضاربون في الرهانات على تقلبات أسعار نفط سعودية لما بعد $50؟ وهذا هو السؤال المثير للاهتمام الذي ننتظره مع مطلع العام الجديد. نعم. وكالة بلاتس يعني المعلومات النفطية أشارت إلى أنه ربما يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا الاتفاق أعطى يعني دفعة إيجابية للأسواق النفطية الفترة القادمة المتوقعة لها. اليوم هذا كيف ممكن يعطى أيضا الأسواق حالة من التوازن بعد ربما الفترة الماضية كان هناك أكثر يعني من 10 أشهر من المفاوضات، وكان الأسواق تترقب يعني أو تتأهب بالنسبة عما سيكون شكل بريطانيا بعد خروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق؟ طبعا الاتحاد الأوروبي هذه القارة العجوز، يعني عامل طلبها أو قوة طلبها النفط لا يمثل ركائز أساسية في أسواق النفط. نحن نتكلم على أسواق آسيا حيث الطلب القوي والانتعاش القادم، ونتكلم عن الأسواق الأمريكية وتؤثر مخزوناتها ومعلوماتها والتداولات في الأسواق الورقية الضخمة الهائلة في تأثيرها في أسعار النفط. أما بالنسبة لأوروبا قد يكون التأثير كبير جدا على الأسواق المالية وانتعاش الاقتصاد العالمي، وهذا أيضا سيؤثر على انتعاش أو انتعاش الطلب على النفط عندما ينتعش الاقتصاد العالمي. نعم. زميل، بختم معك من يعني حزمة التحفيز اللي كانت مقرر للولايات المتحدة أن الأسواق ستسعرها بشكل إيجابي بأكثر من $900 مليار. اليوم بعد هذه المفاوضات الطويلة متوقع أيضا قد يستخدم الرئيس الأمريكي يعني حق الفيتو ضد الحزمة، الأسواق اليوم كيف ممكن يعني تأخذ في الاعتبار أو بشكل يعني أوضح أنه هذه الحزمة وتأثيرها على الأسواق؟ شوف سليمان، الحزمة هذه، اتذكر الحزمة اللي راحت لقرابة 2 تريليون، لم يكن هناك تأثير كبير صراحة على انتعاش أسعار النفط أو حتى انتعاش المعنويات، يعني ذهبت، والآن حتى هذه الحزمة لم يؤثر أبدا في تحركات أسعار النفط. يعني هو واكبها أنه كانت أسعار النفط الآن حتى الأسواق النفط المادية الفيزيكال ماركت
تتكلم على عطلة نهاية السنة وهناك في انخفاض كبير في التداولات، يعني حتى تتكلم على مصافي التكرير الصينية المستقلة والحكومية هناك في انخفاض في الطلب على النفط. ننتظر الانتعاش الآن القادم بعد انتهاء عطلة نهاية العام ومطلع العام القادم، وننتظر كيف ستكون هذه التداولات في أسواق النفط المادية ومدى تأثيرها على توازن العرض والطلب وانتعاش الطلب على النفط المشيئة. نعم، كيف فكرت هذا التصريح بالنسبة يعني نائب رئيس الوزراء الروسي على أنه أشار إلى أنه الأسعار يعني من مستويات 45 إلى 55 دولار يعني هي مستويات بنسبة مناسبة ستسمح أيضا كذلك بالإنتاج لروسيا، بعد تأكيد أيضا نائب الرئيس الروسي على أنه أيضا سيتم دعم الأسواق ب 500 ألف برميل. اليوم مستوى هذه الأسعار كيف هو مناسب بالنسبة للأسواق وأيضا المنتجين؟ بالنسبة لأساسيات السوق التي يشهدها أسواق النفط في عام 2020 مستوى 40 دولار مستوى جدا جدا مناسب لهذه التقلبات الحادة في الأسعار. تتكلم على أكبر صدمة في الطلب على النفط، تتكلم على مستويات المخزونات التي لا تزال متفاقمة جدا في دول منظومة الاقتصاد التعاون الاقتصادي والتنمية في OECD. تتكلم الآن المخزونات في شهر أكتوبر سجلت 200 مليون برميل فوق تصدخل سنوات، فتتكلم على مستوى الأسعار من 40 إلى 45 مستوى مناسب جدا، ومستوى الأسعار عند 50 أو فوق حاجز 50 دولار أيضا مناسب أكثر، ولذلك هذا سيكون له أثر كبير في انتعاش أنشطة المنبع والتي شهدت تراجع كبير في عام 2020 مثل ما ذكرت سلمان. نعم. حالة عدم اليقين وحالة عدم اليقين في متى سيعود. نعم، طلب الدكتور فيصل الفايق قبل كورونا. نعم نعم دكتور فيصل الفايق، وصلت الفكرة. المختص في شؤون الطاقة والتسويق في الدكتور فيصل الفايق، شكرا جزيلا لك.